تعالوا نروح للزمالك، لانه في كلام عن خالد بوطيب، وفي كلام عن تعاقدات، وفي كلام عن امور محتاجين نستوضحها من خلال امير مرتضى منصور المشرف على فريق الكره في نادي الزمالك. امير اهلا بيك، منورنا. اهلا بيك يعني. انا اسف طولت عليك، كنا بنسمع بس المداخله، لكن احب دايما كالعاده وجودك معايا، منور الدنيا. اقول لك هارد لك الاول على فريق كره السله، يعني ان شاء الله اللي جاي يكون احسن، بس كان الامل في تحقيق البطوله للسنه الثانيه على التوالي. أنا في الأول يعني بتمنى الشفاء للاعب اللي دخل معاك. أنا يعني كمان مش عارف الموضوع، كابتن كمان فبنتمنى له الشفاء كلك ذوق. وإن شاء الله لو أي حاجة يعني نقدر نساعد بيها طبعا كلنا بنتمنى له الشفاء. يا رب بإذن الله، ويعني كلك ذوق جدا. خليني أسألك على نقطة خالد بوطيب بداية، لأنه التقارير اتكلمت على إنه الزمالك وصل له من لجنة فض المنازعات إنه عليه غرامة بتزيد عن 3 مليون دولار، فايه حقيقة ده؟ لا، الكلام غلط هاني تماما. هو يعني حتى الاجراءات نفسها مش منطقيه. هو خلاص القضيه اتحكم فيها في الفيفا، ونادي الزمالك طعن على القرار ده المحكمه الرياضيه، والقضيه دلوقتي محظوره قدام المحكمه الرياضيه. فبالتالي يعني خلاص الخبر اللي انت بتقوله ده المفروض خبر مقرر نزل من اكتر من شهر يعني. فهو دلوقتي مفيش اي حاجه في القضيه غير ان القضيه في المحكمه الرياضيه، لان نادي الزمالك طعن. نادي الزمالك قدم، خلاص قدم المذكره بتاعته، والقضيه يعني متداوله دلوقتي، والمفروض هيتحدد لينا للطرفين جلسه استماع في الشهور اللي جايه، لسه ما اتحددتش. فمفيش الكلام ده خالص. تمام، وبالتالي اخر رقم كان مستحق على الزمالك اللي طعن عليه هو 2 مليون و700 الف يورو، مش كده؟ لا، مليون و700 الف يورو. مليون و700 الف يورو ده الرقم اللي الزمالك طعن عليه، ومستني بقى حكم المحكمه الرياضيه. بالظبط. تمام، ولا جديد بعد ذلك حتى الان؟ لا، في وقت معين؟ مفيش. لا، هو المحكمه الرياضيه بتحط ميعاد معين لتقديم المستندات والمذكره، والوقت ده كان فات من شهر، ونادي الزمالك قدم المذكره بتاعته، واللاعب برضه قدم يعني اطلع عليها. وخلاص هي دلوقتي المفروض الاجراء اللي جاي ان يبقى في جلسه استماع لينا لكل الاطراف، ولسه ما تحددلوش، احنا مستنيين. واعتقد ان هو هيبقى في خلال الثلاث اربع شهور اللي جايين يعني. طيب، دي الفلوس المستحقه على الزمالك حتى الان، وان كان الزمالك طعن عليها. الفلوس بقى اللي الزمالك هو اللي بيستحقها من لاعبين اخرين، خلينا اسالك عن كهربا، وصلت لفين القصه؟ لانه لحد اخر حاجه وصلت لنا هي انه كهربا لم يقدم اي جديد، وان الزمالك هيتحرك بتصعيد مع الفيفا. هو الزمالك اوريدي اتحرك. هو مفيش حاجه في يعني مفيش حاجه خلاص بعد الحكم بتاع الكاس بتاع المحكمه الرياضيه، خلاص هو حكم نهائي. مفيش اي اجراء يوقفه. هي بس القرار لما بيطلع من المحكمه الرياضيه، المحكمه الرياضيه بتبعته للفيفا علشان الفيفا هي اللي تنفذ القرار. فالفيفا بتدي اللاعب مهله 45 يوم ان هو يسد المبلغ خلاص، وبعد ال 45 يوم دول بتتاكد من النادي هل اللعيب سد في الميعاد في المهله اللي ادتها له ولا لا. ده ما حصلش، عدى ال 45 يوم ولسه ما بعتش حاجه. بالظبط. تمام. وبعد كده الموضوع بيروح لجنه الانضباط في الفيفا علشان تصدر قرار انضباطي بشان اللاعب ان هو ما نفذش حكم المحكمه الرياضيه. تمام، وانتوا اتحركتوا بان انتوا بعتوا ان المهله انتهت ولم يرسل اللاعب شيئا. اتحركنا في يوم ال 45. مع نهايه المهله مباشره. والمفروض بقى الخطوه التاليه انه لجنه الانضباط بتصدر قراراتها. بالظبط، بتخاطب اللعيب ان هو ما سدش وما نفذش الحكم، وبتروح مطلعه قرار بوقف اللعيب لحد ما يسد غرامه اللعيب. تمام، بالنسبه لمصطفى فتحي، هل التعاون خاطبكم، ارسل قسطا، في اي حاجه جديده بخصوص مستحقات الزمالك في صفقه مصطفى للتعاون؟ هو في 400 الف دولار متاخرين، واحنا تواصلنا معاهم اكتر من مره بطريقه وديه، وهم يعني بعتوا لنا، احنا بعتنا لهم بطريقه وديه في صوره مراسلات، وبعد كده لقينا ان مفيش نتيجه، فبعتنا لهم يعني رسمي، وخطبنا كمان الاتحاد السعودي. ويعني اعتقد ان هم في خلال الفتره دي هيدفعوا، لان هم هيبقوا هم كمان برضو معرضين ان هم يتوقفوا من قبل الاتحاد السعودي.
تمام مفهوم تمام. لان في نظام في الاتحاد السعودي، ان الاتحاد السعودي بي بي بيوقف الانديه، يعني لو الانديه ليها مستحقات او عليها مديونيات تمام بره بيبتدي ان هو يحط عليهم زي اجراءات ان هم يتمنعوا من قيد او كده. ايوه هو الاتحاد السعودي نفسه لحد ما يسد. فاحنا اعتقد ان هي في خلال الشهر ده هيدفعوا يعني. تمام. طب انا من شويه كنت بتكلم على تصريح